والسلام على رسول الله. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أما بعد، نحن شباب 17 فبراير بمدينة زليتن المحاصرة، نجدد دعمنا وعهدنا لهذه الثورة المباركة، ونعلن مبايعتنا للمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي للشعب الليبي، وكما نشد على أيدي ثوارنا وخاصة في مدينة مصراتة بأن يمدوا إلينا يد العون لكي نقوم بتحرير أنفسنا من كتائب هذا الطاغية التي تطبق الحصار علينا، ونقوم وتقوم بأشد أنواع القمع لأي عمل نقوم به. ولا ننسى أن نناشد إخواننا الذين ما زالوا وراء هذا النظام الفاقد للشرعية دوليا ومحليا بأن يتخلوا عنه، لأنه لن يأخذكم معه عندما يقرر العرب وأنكم باقون معنا. فهذا نداء من إخوانكم الحقيقيون والباقون بإذن الله معكم في هذا البلد الحر الواحد إن شاء الله. ونعلنكم بأن المشاركون في مؤتمر القبائل لا يمثلون إلا أنفسهم، ونحن منهم براء. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.